والمخرج الثاني كما نعلم أيها الإخوة الحلق. الحلق هو هذه المنطقة التي ترونها باللون الأزرق من الوترين. شايفين الوترين إخواني؟ هذول الوترين، ها واضحين؟ هي الثنيات، هي الحقيقة هذه ثنيات، لكن الوترين هنا. من هنا يبدأ الحلق إلى ما فوق. هذه اسمها اللهات، شايفين هذه اللهات؟ هذه اللهات، هذه وهذه، هذا اسمه لسان المزمار. شايفين هذا شو اسمه؟ لسان المزمار. هذا شو بيعمل؟ هذا لولا لمتنا جميعا، لأنه لما ناكل يسد الفتحة الهوائية، يسد القصبة الهوائية، وإلا لدخل الطعام فين؟ في القصبة الهوائية، وطالعوا إذا بتطالعوا، صح؟ لا كنا نموت. يعني كل الواحد مننا كل ست أشهر بيصير معه نوع من الإيش؟ بالغلط، يا بيبلع شيء من الماء يا وبيقعد بكحكح ساعة. هذا إيش؟ حتى يرينا الله عز وجل فضله علينا جل جلاله. فهذه اللحمة الصغيرة سبحان من خلقها، وهذه اللحمة شو اسمها؟ اللهات. إذن أيها الإخوة، الحلق هو المنطقة الزرقاء التي تكلمنا عنها، يبدأ من المنطقة السفلية من عند الوترين الصوتيين وينتهي عند اللهات هنا. وفيه ثلاثة مخارج لستة أحرف، طبعا كلها معروفة لدى فضيلتكم: أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. هذا على سبيل الإجمال. أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية، مخرج الهمزة والهاء. ذكرت أن منطقة الأوتار هنا، وهذا هو شكلها أيها الإخوة. هذه صورة مرسومة رسم، وهذان الأبيضان هما الوتران الصوتيان، بهما تتكلم كل البشرية، كل البشر يتكلمون بهذين الوترين، هاتين اللحمتين الصغيرتين، لولاهما لما تكلم أحد. الهمزة كما ترون تخرج بانطباق الوترين. قولوا بعد إذنكم، قولوا يأتون، يأ يأ مشي الصوت، لا يأ ومشي الصوت في مجال. ليه؟ لأنه الوترين منقفلان، انتبهنا كيف؟ والهمزة المتحركة بالعكس، الهمزة المتحركة بالعكس، يكون الوتران ملتصقان ثم ماذا يفعلان؟ يبتعدان عن بعضهما. قولوا لاحظتم؟ البداية انقفال ثم ايه؟ انفتاح. او اي اي ي وضح. اذا تخرج الهمزة الساكنة بانطباق الوترين الصوتيين، وتخرج المتحركة بايه؟ بتباعدهما بالعكس. الهاء تخرج بانفتاحهما الجزئي، الهاء تخرج بانفتاح الوترين انفتاحا جزئيا. اهدينا اهدينا وجوه لا ريب فيه، ها هو هي. انتبهنا؟ الخطأ اللي ممكن يقع فيه المتكلم أيها الإخوة هو أن يباعد جدا بين الوترين عند نطق مين؟ الهاء، فيتدفق من بينهما كمية كبيرة من مين؟ من الهواء، فتفرغ الرئة من الهواء، تفرغ الرئة من ويا ليت القارئ بعد كل هذا التعب نطق إيش؟ نطقها. انتبهنا؟ مثلا بيقول لك لا ريب فيه، ما بتسمعوا هيك؟ لا ريب فيه، هذا شو عمل أخونا؟ بالغ في إبعاد الوترين. إذن الوتران يبتعدان عن بعضهما ولكن
يبقى بينهما ايه؟ تقارب جزئي لا ريب فيه. فيه اهدنا الصراط، اهدنا اهدي اهدي. اما اذا قلنا اهدنا الصراط ملاحظين شو بيصير بالهواء؟ يفرغ من الرئتين، ويا ليته نطقها، ما نطقها. وضح اخواننا؟ الامر سهل لكنه بحاجه الى تدريب، الامر سهل بحاجه الى تدريب. هذا هو مين؟ اقصى الحلق، منطقه ايه؟ الاوتار الصوتيه. طبعا الاوتار هذا على سبيل المجاز، والا فهما كم وتر؟ وترين. انتبهنا؟ يعني احنا بالعامي بنقول مثلا في السعودية بيقولوا رجولي، رجولي عم تؤلمني. رجولي ليش؟ كم رجل لك؟ ها؟ له رجلتين، لكن بيقول رجولي. يعني هذا يعني مجاز في ايه؟ في التعبير، من قديم الزمان العرب تستعمل هذا. طيب، وسط الحلق منطقة لسان المزمار. لسان المزمار هذا اللي حكينا عنه اخواننا، شايفينه؟ هذا لسان المزمار عند العين، يرجع إلى الوراء إلى الجدار الخلفي. هذا اسمه الجدار الخلفي، شايفينه؟ هذا الطويل، الجدار الخلفي للحلق، واضح؟ هذا هو لسان المزمار، يرجع إلى الوراء عند نطق العين فيتضيق المخرج لكنه لا ينغلق. ركز، يتضيق لكن لا ينغلق، وفي نفس الوقت لازم يتضيق، بمعنى إن لم نرجع لسان المزمار لن تخرج عين صحيحة. يعني اسمعوا، إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد نا، وين العين؟ ما في عين. انتبهنا؟ لابد من ايه؟ من رجوع لسان المزمار وتضيق الحلق. إياك نعبد، أع واضح الصوت؟ أع ع عو عي نعبد تعبدون على. انتبهنا؟ أما إذا لم نرجع لسان المزمار يبقى المخرج واسع. هذا التضيق الله يسلمكم، شايفينه؟ هذا التضيق هو الذي جعل العين بين الرخو والشديد، وبين رخو والشديد العمر العين. لماذا العين حرف بين الرخو؟ نحن نعلم بأن الحرف الرخو، وسيأتي معنا إن شاء الله بصفات الحروف إذا ربي شاء، الحرف الرخو هو الحرف الذي ايه؟ يجري الصوت عند النطق به لاتساع المخرج. والحرف الشديد هو الحرف الذي ينقطع وينبتر الصوت عند النطق به لانقفال المخرج. اما الحروف الخمسة هذه لين عمر؟ ففيها جريان جزئي للصوت. فالعين كذلك، العين من لين عمر، لا هي حرف مثل أس أش أف، شايفين قابلية الجريان؟ بينما العين ما فيها هذه القابلية. اسمعوا صوتها، أع كمان أع، شايف كيف عم يتخامد الصوت؟ أع وانتهى، أع واضح. بينما الحاء، الحاء رخوة مع انه من نفس المخرج. اسمع، اح، شفت الامتداد مره تانية؟ اح. طب اسمع، اع شايف تخامد الصوت، تخامد وتلاشى اع، لكن هذه اح، شايف؟ الرحمن رح اح. انتبهنا كيف؟ ثم لاحظ بارك الله فيك يا أخي، انظر البعد بين لسان المزمار والجدار الخلفي للحلق. انظر في الحاء كم مساحته،
وانظر في العين كم مساحته. شايفين التضيق في حرف العين؟ لا نجده فين؟ في حرف الحاء. أدنى الحلق، أدنى الحلق نستطيع أن نسميها منطقة إيش؟ جذر اللسان مع الحنك اللحمي. عندنا أيها الإخوة حنكان، حنك لحمي وحنك عظمي. هذا الأحمر، شوفوا الأحمر هذا، ها ها ها، هذا شايفينه؟ هذا شو اسمه؟ الحنك اللحمي. والأصفر هذا شو اسمه؟ الحنك العظمي. فمنطقة جذر اللسان، هذه جذر اللسان، هي بتجي بعد أقصى اللسان. في عندي طرف اللسان، بل عندي رأس اللسان. رأس اللسان هو منتهى الطرف، شو اسمه؟ بيجي وراه شوي طرف اللسان، بيجي وراه وسط اللسان، بيجي وراه أقصى اللسان، بيجي وراه جذر اللسان. هذا جذر اللسان ما يمكن رؤيته. إذا بدك تدخل إيدك لعنده تشعر بأنك بدك إيه؟ تستفرغ يعني. واضح أخواني؟ نعم. هذه هي جذر اللسان. جذر اللسان مع اللهات، هالتضيق هذا شايفينه، مخرج لكم حرف؟ حرفان. ما هما؟ الغين هذا أحدها، وهذا مين؟ هذا الثاني اللي هو مين؟ الخاء. لاحظ بأنهما مرتبين، أو بأنهما مرتبان، الغين أولا ثم مين؟ الخاء أعلى بقليل. إذن همز هاء عين حاء غين خاء، همز هاء عين حاء غين خاء. سيبوي شو قال؟ همز ألف هاء، قال من أقصى اللسان شو بيطلع؟ ثلاث حروف، همزة ألف هاء، وسط اللسان عين حاء، أدنى اللسان غين خاء. فحروف الحلق عند سيبوي كم واحد؟ سبعة. عند الخليل ستة. بينبنى على هالحديث شيء؟ ما بينبنى عليه شيء، لأني شرحته لكم. واضح إخواني؟ هذا هو الحلق. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بتلاوة ترضيه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.